أشكر من منحني ثقته بالفوز بهذا المنصب، كما أشكر من لم يمنحني صوته مشفقا علي من تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، كما أشكر إخواني وزملائي الذين دخلوا في هذه المنافسة الشريفة، أخوي الغالي علي العمير وأخوي الغالي أحمد المليفي. وبعد فهذه لحظة من أهم وأصعب اللحظات في تاريخ وطننا الحبيب. يا أخوان أرجو الانتباه على التعديلات لأن راح يتم التصويت على التعديلات. منو هذا الأخ؟ منو هذا معطيني ظهره؟ منو أخ ناصر لو سمحت استريح. اللي وراك منو سيد؟ منو وراك؟ اللي وراك منو؟ خليل، كابتن خليل لو سمحت استريح. أخ خالد أي أول مادة عليها تعديل؟ الرئيس في تعديلات مقدمة من الدكتور خليل عبد الله وصفاء الهاشم وهاني شمس. أي مادة؟ على المادة ثلاثة. المادة ثلاثة لو سمحتوا يا أخوان. مادة ثلاثة لو سمحتوا. أخ أنس، أخ أنس عسكر لو سمحتوا استريحوا. عاد ترى مي ديوانية هذه، خلونا نسمع التعديلات بنصوت. تفضل. مادة ثلاثة. يا أخوان إحنا ما عندنا نصاب، لذلك يعني راح أرفع للصلاة. للصلاة تفضل. راح أرفعها للصلاة وبعدين أتمنى أن يكون في حضور. والدكتورة رولا أتمنى أن تكلمين الوزراء أن يحضرون. الاحتفالية انتهت مع صاحب السمو وعدنا، فأتمنى من باقي الوزراء أن يحضرون يكملون النصاب حتى ندخل في القوانين الأخرى. يا ريت في نصاب. يا ريت. تفضل سيد يوسف زلزلة. الفتاوي اللي قاعد تطلع لنا، احنا نسمع الفتوى بس ما مو قاعدين نسمع السؤال والدليل اللي حط الاخ مشاري الحسيني قبل شوي لما قال الاخ ناظم الغزالي الشيخ ناظم المصباح. انا احب ناظم الغزالي، اسمع له ترى وين يا الشيخ ناظم المصباح لما وجه له السؤال بطريقة صريحة وواضحة على طول قال لا هذه فيها الخير وهذه إسقاط لربة. 5 من 34 عدم موافقة. الآن يا أخوان بعد إذنكم ما راح أرفع حل الصلاة، اللي يبي يصلي يروح يصلي ويرجع لأن أخوانا قاعد ينتظرون العسكريين وراح ندخل في القانون الخاص بالعسكريين. فاللي يحب انه يصلي يصلي ويرجع مره ثانيه اعذروني ما راح ارفع جلسه اليوم للصلاه حتى لا نفقد النصاب وبالتالي تروح علينا الجلسه خصوصا ان قربنا على الساعه 2. تفضل اخي امين العام البند التالي. اخر المتحدثين الاخت صفاء الهاشم. بس قبل لا تتحدثين ايضا معلومه لكم يا اخوان، يعني احتراما لهذا اليوم يوم العلم، الامين العام اللي عندنا في مجلس الامه الاخ علام انولد في يوم تغيير العلم من الأحمر إلى العلم الحالي ولذلك سمي علام في نفس اليوم انولد في 24/11/61. تفضل الأخت صفاء الهاشم. تحية لوتد المجلس إذن على اسم مبارك بتغيير لون العلم، عشان كذي احنا مباركين طال عمرك ومتفائلين جدا. أخي الرئيس خلصنا قوانين؟ إذن بنهاية الجلسة كل عام وانتم بخير، ويوم الثلاثاء أرجو الحضور مبكرا لأن عندنا قوانين وايد ويعني ميزانيات. أرجو الحضور الساعة 9 عشان نستمر في إنجازنا بإذن الله وما ينتهي الشهر إلا محطمين الرقم القياسي. ترفع الجلسة.